السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات في الصف الثالث متوسط بمادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة. اليوم سنستكمل الوحدة الثامنة الدرس الرابع عشر. في الدرس السابق أخذنا الإنجاز الذاتي وكان الدرس الثالث عشر، والآن سنتناول العمل والإنتاج. في البداية نتعرف على أهداف الدرس. من أهداف الدرس أن يتعرف الطالب أو الطالبة على ما يلي: مفهوم العمل، بالإضافة إلى أبرز فوائد العمل، تطور قطاعات العمل والإنتاج، أخيراً اختيار المهنة المناسبة، وهذا أهم هدف لدرس اليوم. في البداية، لماذا نعمل؟ وما علاقة الإنتاج بالعمل؟ العمل: نعمل لأن العمل عبادة، لأننا بحاجة للعمل من أجل العيش، من أجل إثبات الذات، كسب المال، وتوفير حياة كريمة لأنفسنا ولأسرتنا. هي سنة الله في خلقه أن يسعى الإنسان وراء الرزق لتحقيق الذات. العمل جدا مهم لكل شخص لبناء ذاته والاعتماد على نفسه ولخدمة وطنه. السؤال الثاني: ما علاقة الإنتاج بالعمل؟ وهذا موضوع درسنا لليوم. هناك علاقة بينهم. الإنتاج جزء من العمل، ويقصد به السلع والخدمات. نعمل لنوفر الخدمات والسلع بشكل متقن وذا جودة. إذن هناك ترابط بين الإنتاج والعمل، فالإنتاج جزء من العمل. أتمنى منك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة فتح الكتاب صفحة رقم 116 للمتابعة معي والكتابة. في البداية، وهو أول هدف، نتعرف على مفهوم العمل. هو مجهود إرادي يؤديه الإنسان لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة. وضعتها باللون الأحمر لأهميتها، لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة. إذن لكل عمل هدف مقابل الحصول على أجر معين، وهذا من حق أي عامل يعمل. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سورة الملك الآية 15. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، على ماذا تدل الآية الكريمة؟ نتأمل بها قليلا. إذن نستنتج أنها تحث على العمل، فالعمل عبادة حثنا الله سبحانه وتعالى عليها. نستخدم الآن استراتيجية التفكير الناقد لكي نتعرف على بعض المفاهيم الهامة لدرس اليوم. السؤال الأول: لماذا تتنوع المهن؟ لماذا تتنوع الأعمال؟ فكر قليلاً. إذن تتنوع المهن وفقاً لحاجات المجتمع، وفقاً لميول الأشخاص. فالمجتمع بحاجة إلى الكثير من الأعمال، والإنسان يختار ما يناسبه ووفقاً لميوله، وسوف نتعرف على ذلك بشكل موسع في الفقرة القادمة. السؤال الثاني: علل. لابد من وجود التخصص في الإنتاج. نفكر قليلاً. لماذا؟ لماذا يجب وجود تخصص في أي عمل، في أي إنتاج؟ الإجابة: لأن الفرد لا يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج إليه من سلع وخدمات، ولأن بعض التخصصات تحتاج لمعايير معينة، وسوف نتعرف عليها. السؤال الثالث والهام أيضاً: كيف يكون الإنتاج ناجحاً؟
فكروا قليلاً. هناك صفتين مهمة في الإنتاج حتى يصبح ناجحاً ويفيد أفراد المجتمع ويفيد الوطن. إذن هي بالجودة والإتقان فيه، بالإضافة إلى توفر الأيدي الماهرة والمدربة. فليس كل عمل متقن. ننتقل معا إلى نشاط رقم 1، صفحة 116، مع بعضنا البعض نفكر ونمثل على صناعة ترتبط بها عدة صناعات. نفكر قليلا. صناعة ترتبط بها عدة صناعات. سأضرب لكم مثالا، وهي صناعة السيارات. جميعنا نهتم بالسيارات، طالبات وطلاب. ونقول صناعة السيارات تدخل بها عدة تخصصات، مثل هندسة الميكانيكا، نستفيد من المهندس الميكانيكي بالإضافة إلى المهندس الكهربائي، أيضاً عمال المصنع. كذلك نحتاج إلى مصمم ميكانيكي. إذن ضربنا مثال على صناعة السيارات وأن هناك عدة صناعات تتداخل بها. ممكن أن تضربوا أمثلة من حياتكم الواقعية. أيضاً سأضرب لكم مثالاً آخر، صناعة الورق. صناعة الورق تحتاج إلى مهندس صناعي، إلى مهندس زراعي، إلى عامل موجود في المصنع. إذن الصناعات تتداخل فيما بينها. ننتقل معا إلى الجزء الآخر وهو الإنتاج. في بداية الدرس قلنا ما علاقة العمل بالإنتاج، عرفنا العمل وتعرفنا على عدة نقاط مهمة تخص العمل. والآن نتعرف على الإنتاج. هو النشاط الإنساني للحصول على السلع أو الخدمات. لاحظوا أيضاً لونتها بلون مخالف، السلع والخدمات نركز عليها. من المواد الخام أو المعارف والمهارات. هنا نجد أنها قد تشمل سلع محسوسة مثل المواد الخام، أيضاً تدخل بها المعارف والمهارات، وهذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخدمات. إذن نستنتج أن الإنتاج نشاط إنساني قد نحصل من خلاله على سلع أو خدمات إنسانية. لماذا الإنتاج مهم؟ سؤال مهم جداً. الإنتاج مهم كما هو واضح أمامكم. أتمنى أن تقرؤون معي. أولاً، تلبية احتياجات الإنسان المادية وغير المادية. ثانياً، توفير فرص عمل لأفراد المجتمع. إذن هنا نقضي على مشكلة. ما هي المشكلة؟ أحسنتم، البطالة. ثالثاً، وهي نقطة جداً مهمة، رفع مستويات الاقتصاد الوطني. إذن هنا ماذا؟ نقوم بخدمة الوطن. أخيراً، دعم الإبداع والابتكار. كما قلت لكم سابقاً، الإنتاج يختلف حسب ماذا؟ حسب الجودة وحسب الإتقان. فعندما تتوفر الجودة في العمل والإتقان بالعمل، فإنه يؤدي إلى الإبداع والابتكار. إذن هذا ما يخص بالإنتاج، صفحة 118. نأتي الآن إلى موضوع مهم، وهو تطور قطاعات العمل والإنتاج. كل شيء في هذه الدنيا يتطور، ومن ضمن ذلك العمل والإنتاج. مع التقدم العلمي والتطور التقني، تطورت قطاعات العمل معتمدة على التقنيات الحديثة، التي لاحظوا معي لونت الكلمات
التي جعلت عملية الإنتاج سريعة وذات جودة عالية. إذن نستنتج من ذلك أن قطاعات العمل أصبحت أفضل لأنها اعتمدت على تقنيات حديثة وعلى تكنولوجيا. ما هي فوائد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؟ جعلت عملية الإنتاج 1 سريعة، 2 ذات جودة عالية. وقد قلل، لكن هنا ممكن ظهرت مشكلة أخرى، وهي أن ذلك قلل من الاعتماد على الأيدي العاملة. نضرب مثال على ذلك، البنوك. البنوك كانت تعتمد على أيدي عاملة كثيرة، ولكن بعد استخدام الخدمة الذاتية وبعد استخدام التقنية والأجهزة الحديثة قلت الأيدي العاملة بها، وربما بالمستقبل كثير من قطاعات العمل سوف تقل بها الأيدي العاملة. ولكن أي تحدي يواجه البشرية لابد أن يكون يقابله ماذا؟ إنجاز وحل مشكلات. ربما تظهر أعمال جديدة يقوم الإنسان بالعمل بها وتحتاج إلى أيدي عاملة أخرى. نأتي الآن إلى موضوع جداً مهم، وهو أسس العمل. العمل يقوم على ماذا؟ يقوم على عدة أشياء جداً مهمة. من وجهة نظري أرى أن الإتقان هو أساس تطور الكثير من الدول. عندما يتوفر الإتقان والجودة فإن الدولة تتقدم كثيراً. الإتقان طبعاً حتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. إذا نحن المسلمين يجب أن نتقن أعمالنا أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الإتقان؟ الإتقان هو حسن العمل ودقته. إذا الإتقان هو حسن العمل ودقته يؤدي إلى جودة المنتجات. ننتقل الآن إلى العنصر الثاني وهو التطوير. ما المقصود بالتطوير؟ التطوير هو التحسين المستمر، هو النمو المهني، النمو الشخصي، هو بلوغ درجات عليا من التميز. يرتبط بماذا؟ يرتبط بالتعليم الذاتي، يرتبط بالتدريب. حتى نتطور لابد أن نتبع عدة تقنيات معينة سنتعرف عليها بعد قليل. النقطة الثالثة والأساس المهم هو التزام القيم والأخلاق. لكل عمل أخلاقيات نسميها أخلاقيات المهنة. فما هي أخلاقيات العامل المسلم؟ التوكل على الله، الصدق، الأمانة، أيضاً يدخل فيها الإخلاص وعدم إشفاء أسرار العمل. إذن قيم إسلامية عديدة تعتبر من أسس العمل. أسس العمل الإتقان والتطوير والتزام القيم والأخلاق. ننتقل معاً أعزائي الطلاب والطالبات إلى نشاط رقم 2 في الصفحة 117. هذا السؤال خفيف وجميل، حدد المهن التي شاركت في إنجاز السلع التالية. السلعة الأولى رغيف الخبز. نفكر قليلاً. إذن نقول المزارع والخباز. المزارع زرع ماذا؟ القمح والمحاصيل الأخرى، والخباز قام بالخبز. السلعة الأخرى الكتب المدرسية. بالنسبة للكتب المدرسية يشترك بها المؤلف، مؤلف الكتب.
بالإضافة إلى عامل المطبعة، أيضاً عامل المصنع. تستطيع عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إضافة العديد من المهن. نأتي الآن إلى السلعة الأخيرة وهي الكرسي والطاولة. نفكر قليلاً. نعم، النجار وعامل المصنع. إذن نقول النجار وعامل المصنع اشتركا في صناعة الكرسي والطاولة. ننتقل الآن إلى الهدف الأساسي المهم، وهو ما المهنة المناسبة لي؟ تسأل عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، يا ترى كيف أتوصل إلى المهنة المناسبة لي؟ دعنا نفكر معا. إذن نتفق أنها تقوم على عدة معايير. ما هي المعايير يا ترى؟ كل مهنة لابد من توفر معايير لها حتى تتوصل لها. قد تكون أمنية، لكي تحقق أمنيتك لابد أن تتوفر لديك عدة شروط. نضرب مثالا معا. الطبيب، لكي تصبح طبيبا لابد أن تدرس وتجتهد، بالإضافة إلى تعلم ذاتك تعليما ذاتيا، ثم التخصص العلمي، ثم الاستفادة من الخبراء حتى تحقق أمنيتك ومهنتك المستقبلية. أيضا ضع في الحسبان شيئا مهم، وهي خدمة وطنك. إذن المعايير في اختيار المهنة: 1. التخصص والمستوى العلمي. اختر التخصص الذي تحبه، التخصص الذي يناسبك. لا تتأثر بأحد، لا تقلد أحد، فقط اعتمد على ذاتك في اختيار التخصص، ولا بأس في أخذ مشورة الآخرين. المعيار الثاني، وهو معيار مهم، يعتمد على وعي الشخص. اختر مهنة توافق ميولك وقدراتك. مثلاً، فتاة أرادت أن تتخصص في تعليم مادة الرياضيات، ولكن ميولها أدبية ولا تحب الحساب، فهي بذلك تضغط على نفسها. من الأفضل أن تختار تخصص يناسب ميولها وقدراتها. ننتقل الآن إلى المعيار الثالث، وهو معيار مهم: حاجات سوق العمل. كيف ذلك؟ نقول، سوف أضرب لكم مثال شاهدته خلال هذا اليومين. سوق العمل والمجتمع بحاجة إلى مصورين بسبب ندرتهم. فجميل أن تحب هذا التخصص وأن تعمل على كسب الكثير من المعلومات عنه، بالإضافة إلى الالتحاق بالدورات التدريبية، ومن ثم إذا فتحوا تخصصات مستقبلية تقوم باختياره لأن المجتمع بحاجته. كذلك عندما نقول طبيب أسنان، ما شاء الله تبارك الله، أطباء الأسنان عندنا كثير، اختر تخصصاً آخر يحتاجه المجتمع. هنا نعمل موازنة بين اختياراتنا للمهنة وبين حاجات سوق العمل والمجتمع، بسبب ماذا؟ النقطة المهمة، خدمة بلدنا. إذن هذه المعايير المهمة لاختيار المهنة: التخصص والمستوى العلمي، الميول والقدرات، حاجات سوق العمل، والمجتمع. نأتي الآن ونفتح صفحة 121، نشاط رقم 3. ناقش العبارة التالية في سطرين، نقرأها جيداً. العمل مصدر رقي الأمم. نقرأ العبارة، نفكر قليلاً، نستنتج ماذا؟ هل فعلاً العمل
مصدر رقي الأمم يقاس تطور الأمم وتقدمها باهتمام شعوبها بالعلم والعمل. بما أننا مادة اجتماعيات ونتناول العديد من الدول، سأضرب مثالاً على دولة تهتم بالعلم والعمل وهي اليابان. يتميز الشعب الياباني بحبه للعمل وتوفر صفة إتقان العمل والإخلاص وأن يكون المنتج ذو جودة عالية. انظر كيف انعكس ذلك على رقي هذه الدولة. فدائماً نحث بعضنا على الاهتمام بالعمل وإتقانه. نأتي إلى السؤال الثاني، ما المكانة التي يمنحها العمل للإنسان؟ نفكر، هل يمنح العمل مكانة للإنسان؟ بالتأكيد يمنح، فما هي هذه المكانة؟ مع بعضنا البعض نكتب: إثبات وجوده وقيمته بالمجتمع. أي فرد يعمل فإنه يتمتع بماذا؟ بوجود قيمة له بالمجتمع، عكس الشخص العاطل الذي لا عمل له. أيضاً يمنح العمل الإنسان الإحساس بالعزة والكرامة والغنى. نأتي للفقرة جيم، حدد مهنة المستقبل ثم اذكر المعايير التي تتطلبها. بالتأكيد كل طالب وطالبة سيحددون المهنة. نترك هذا السؤال لكم، ولكني سأضرب المثال السابق وأكتبه هنا. لو كانت الطب تتطلب تخصص علمي، حب للمهنة حاجة المجتمع لها. نصيحتي لكم أبنائي الطلاب والطالبات، عند اختيار تخصص معين يجب أن تحب هذا التخصص، لأن حب العمل يؤدي إلى العطاء أكثر والإخلاص والعمل. فقرة دال، ما النشاطات التي يمكن أن تمارس من أجل تطوير القدرات أو المهارات الوظيفية؟ بالكتاب كانت المبادرة بالتدريب والتعلم الذاتي، كتبت إضافة عليها الاستفادة من الخبراء وخوض التجارب. في النهاية أطلب منكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات حل أسئلة تقويم الدرس 14 صفحة 121. جميع الأسئلة تتعلق بدرسنا اليوم، درس جداً مهم نحتاجه لتطوير ذواتنا. نتفق معاً أن نجتهد في دروسنا لنحقق أمنياتنا مستقبلاً، ونعمل من أجل أنفسنا ومن أجل خدمة وطننا الغالي. شكراً لحسن استماعكم، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتوا من درس اليوم الذي يخص هذا المنهج، يخص دروسنا واجتهادنا، بالإضافة إلى أنه يخص حياتنا وتطويرنا نحو الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.